أشجع رجل عرفته البشرية، كان بمثابة ألف فارس، لدرجة إن كان اسمه لحاله يرعب. ذكر الطبري أن هذا الرجل كان شجاع لدرجة، كان يغزو لوحده. كان هذا الرجل يعني زي مين؟ هرقل مين؟ مش هرقل ولا حاجة، هتلر مين؟ ما فيش ولا واحد بيسد زي الرجل هذا. كان يتراوح عمره ما بين 90 و80، طبعا مش زي الناس الايام هذه، 90 و80 بكون مسافر. فبعث الله عز وجل رسوله نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم بالرسالة، فدعا القاصي والداني، القريب والبعيد. وصلت الرسالة إلى عمرو بن ود. هذا الرجل طغى وتجب، رجل لا يهاب أحد على الإطلاق، حتى إذا جاءت غزوة الخندق. جاءت غزوة الخندق، طبعا سبب غزوة الخندق أحزاب، يعني تحازبت العرب على رسول صلى الله عليه وسلم، جاء بدين جديد وهذا الدين غريب علينا ومش يعني مش هنلتزم بهذا الدين. والله عز وجل رد كيدهم في نحرهم. في هذه الأيام كان الفرسان شجعان جدا، وكان من أشجعهم، يعني أشجع العرب، وهو عمرو بن ود، هذا الرجل الذي لا يهاب أحد. فعكرمة بن أبي جهل كان موجود برضو، وكان موجودين بعض الفرسان أيضا الشجعان. فجاء 4 فرسان نطوا الخندق، خندق اللي عاملين المسلمين، نطوا الخندق بخيولهم وراحوا لمواجهة الرسول صلى الله عليه وسلم. 4 أشخاص من ضمنهم عمرو بن ود. تفاجأ الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة والفرسان هذول داخلين عليهم، جيش الكفار كله موجود وراء الخندق إلا هؤلاء 4 الفرسان اللي دخلوا على جيش النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، دخلوا على المسلمين، وأولهم كان عمرو بن ود. أول ما دخلوا طبعا عمرو بن ود أشجع رجل في التاريخ، إن أيا كان مسلم ولا كافر لكنه أشجع رجل. أول ما وقف أمام جيش النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ينازلني؟ مين يجي ينازلني؟ مين يجي يتحارب معي؟ قالوا الصحابة: من أنت؟ قال: أنا عمرو بن ود. أول ما قال عمرو بن ود كل الصحابة والناس كل الربع اللي موجودين سكتوا. عمرو بن ود يعني عمرو بن ود. ما سكت الصحابة نظروا إلى رسول صلى الله عليه وسلم فقالوا: يعني إيش بدنا نسوي؟ عمرو بن ود منتظر من سيقوم له، ينتظر من ينازله. فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى الجيش، ونظر عمرو بن ود إلى الجيش، فقام رجل، هذا أشجع رجل في التاريخ، أشجع رجل عرفته البشرية، أشجع رجل من بداية التاريخ إلى يومنا هذا، علي بن أبي طالب. أنا الذي سمتني أمي حيدرة. الله، أنا الذي سمتني أمي حيدرة. هذا الرجل شجاع جدا. قال: أنا له يا رسول الله، إذن لي، يعني يا رسول الله إذن لي أننا حارب. فنظر الرسول صلى الله عليه وسلم إليه فقال: إنه عمرو بن ود. قال: أنا له يا رسول الله. قال: ماذا تقول يا علي؟ هذا عمرو بن ود. قال: أنا له يا رسول الله. فنظر النبي إلى الجيش فلم يقم أحدا إلا علي بن أبي طالب. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: هذا عمرو بن ود، إن علي ضعيف أو كذا؟ لا، علي شجاع، ولكن كان صغير في السن، كان عمره 22 سنة. علي بن أبي طالب 22 سنة، أو بينازل واحد عنده 90 سنة من خبرة الحروب ومن خبرة الشجاعة، ولكن علي شجاع أيضا. علي بن أبي طالب ما خاض إلا معركتين. فنظر عمرو بن ود إلى الجيش كله فلم يرى إلا علي بن أبي طالب. من صغر سن علي لم يهتز من علي بن أبي طالب، فقال بعلو صوته: أليس فيكم رجل؟ أول ما قال كذا قام علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: أنا له يا رسول الله، اتركني علي، اتركني أنا هنزل. قال: يا علي، هذا عمرو بن ود. قال: وإيش يعني عمرو بن ود؟ إيش فيها يعني عمرو بن ود؟ أنا علي بن أبي طالب، أنا الذي سمتني أمي حيدرة. فقام علي بن أبي طالب فخرج للنزال، فقال عمرو بن ود: من أنت؟ قال: أنا علي بن أبي طالب. قال: من علي بن أبي طالب؟ لا يعرفه، يعني كان صغيرا، يعني 22 سنة يعني، وهذاك 90 سنة. قال: من علي بن أبي طالب؟ علي بن فلان، علي بن فلان، من علي بن أبي طالب يعني؟ قال: ابن طالب القرشي. قال: نعم. قال: أبوك كان صاحبي، يعني أبوك كان في معرفة بينه وبينه، اذهب أنت ابن صاحبي، يعني أنا لا أنا أكره أن أريق دمك، اذهب، لا أريد النزال. سيدنا علي بن أبي طالب قال: والله إني لأحب أن أريق دمك. استفز عمرو بن ود، ضرب الفرس ضربة
لكي يهرب الفرس، يعني مش عايز فرس. نزل بقوته عمرو بن ود على علي بن أبي طالب، علي بن أبي طالب عمل الدرع كده، ونزل عمرو بن ود بسيفه فضرب ضربة قوية فقص الدرع نصفين. لما انقص الدرع قام جيش الجاهلية الكفار قاموا بالصياح، أما الدرع انقسم نصين خلاص، فيضرب الضربة الأولى ويضرب الضربة الثانية ويضرب الضربة الثالثة، وعلي بن أبي طالب يطلع من اليمين ويطلع من الشمال، فاشتد بينهم القتال حتى أن الغبار، يقال أن الغبار غطت على أعين الناس اللي كانوا موجودين، غطت على الجيشين المسلمين وجيش الكفار، كلهم مش شايفين ولا حاجة. أخذوا وقت كتير في الحرب، أخذوا وقت كتير في النزال، والغبار يعم المكان ولا يرى أحد من المسلمين ولا من الكفار ماذا يحصل. وفجأة صمت القتال، انتظر المشركين أن عمرو بن ود سيخرج برأس علي بن أبي طالب، فإذا بصيحة الله أكبر داخل الغبار، فطلع سيدنا علي بن أبي طالب برأس عمرو بن ود. جيش الكفار نظر إلى هذه المعركة بانبهار، كيف علي بن أبي طالب عنده 22 سنة يقتل عمرو بن ود اللي عنده 90 سنة من الخبرة ومن الحروب والغزوات؟ فجاء علي بن أبي طالب فرفع سيفه أمام المسلمين، فكبر المسلمون تكبيرة الله أكبر، وكان هذا أشجع رجل في التاريخ.